الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Design of work system. Design of work system، تصميم أنظمة العمل. من أهم المواضيع التي تدرس في مادة Operations Management، إدارة العمليات. إذا Operations Management في إدارة العمليات، إحنا وصلنا عند Design of work systems، تصميم أنظمة العمل. خلينا نجي نشوف يا جماعة بعد ما نصلي على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، شو تعريف الجوب ديزاين؟ الجوب ديزاين involves specifying the content and methods of the job. يعني المقصود في تصميم العمل تحديد مكونات وطرق أداء العمل. إذا تحديد مكونات وطرق أداء العمل، وهذا بيشمل خمس أنواع من الأسئلة. أول سؤال: What will be done؟ ما الذي يجب إنجازه؟ اثنين: Who will do the job؟ من سيقوم بالعمل؟ نقصد هون في Who will do the job، يعني ما مواصفات الوظيفية والمؤهلات، ما المؤهلات للشخص القادر على القيام بهذا العمل؟ ثلاثة: How the job will be done؟ كيف يتم إنجاز العمل؟ يعني شو الطريقة، الميثودز اللي بيتم فيها إنجاز العمل. وإحنا بنعرف إنه كل عمل في كثير من الطرق اللي بيتم فيها إنجازه، وإحنا بدنا نوصل للوان بيست واي اللي هي أحسن طريقة بيتم فيها إنجاز العمل. السؤال الرابع: Where the job will be done؟ أين يتم إنجاز العمل؟ الخامس مصطلح مهم وجديد اسمه Ergonomics. Ergonomics، شو المقصود في Ergonomics؟ Ergonomics اللي هي بيئة العمل، بيئة العمل، البيئة المادية للعمل. كيف يعني توفر بيئة مريحة من الناحية الصحية، من ناحية الأمن، قليلة المخاطر للعاملين اللي بيشتغلوا. إذا هاي الخمس مكونات مشمولة في الجوب ديزاين اللي هو تصميم العمل. Job design success، عشان يكون تصميم العمل ناجح في عدة شروط. Successful job design must be، أول شرط من الشروط: carried out by experienced personnel with the necessary training and background. اللي لازم يقوم في تصميم العمل هو شخص عنده خبرة في الموضوع وعنده التدريب اللازم لهذا النوع من العمل، فبالتالي بيقدر يسوي تصميم ناجح للعمل. الشرط الثاني: consistent with the goals of the organization. تصميم العمل يجب أن يتوافق مع أهداف المنظمة، يجب أن يتوافق مع أهداف المنظمة. الشرط الثالث: in a written form، لازم يكون مكتوب، تصميم العمل مكتوب وواضح. آخر شرط: understood and agreed. إذا بندين فيهن، أول إشي understood إنه يكون مفهوم، ثانيا agreed موافق عليه من مين؟ to buy both management and employees، من الإدارة ومن العاملين، من الإدارة والعاملين. إذا عندنا هاي أربع شروط رئيسية لازم تتوفر عشان يكون تصميم العمل عندنا ناجح. الآن بدنا نحكي على specialization in business، يعني التخصص اللي هو ايش؟ التخصص. طبعا تقسيم العمل والتخصص دائما هذول يعني مقرونين معا. التخصص يعني المقصود انك تجعل كل جزئية من الوظيفة لا يقوم بها الا صاحب الاختصاص، الا صاحب الاختصاص. هذا له advantages، له ميزات، وله disadvantages، ايش؟ مآخذ. الآن نحكي على الأدفانتجز للسبيشاليزيشن في العمل. نعتمد هذا الأسلوب في العمل اللي لا يقوم بالعمل إلا المتخصص فيه. اللي بنشوف إحنا هون الميزات مقسومة على قسمين، جزء منها لمين؟ للمانجمنت، وجزء لمين؟ للليبر. إذا في ميزات للإدارة وفي ميزات للعاملين. ميزات الإدارة: أول إشي simplifies training، التدريب بصير سهل. ليش؟ لأنه اللي بيشتغلوا في هذا التخصص، على سبيل المثال إذا كان العمل له علاقة في المجال الهندسي فبتلاقيهم كلهم مهندسين، فالتدريب تبعهم الأصل يكون مختص في الهندسة، يعني ما بتلاقي معهم محاسبين أو أطباء أو ناس بيشتغلوا في الماركتينج والتسويق، لا، كلهم من نفس القطاع، فالتدريب معهم بيكون أسهل. البند الثاني: high productivity، الإنتاجية بتكون أعلى. إحنا اتفقنا أن الـ productivity هي عبارة عن output مقسومة على شو؟
على الانبوت اللي هي المخرجات مقسومة على ايش؟ المدخلات طبعا، فبتزيد انتاجيتهم. وبكل هدر الموارد البند الثالث low wage cost، انخفاض في تكلفة الأجور، انخفاض في تكلفة الأجور، لأنه الانتاجية بالتالي مالها زادت. أما بالنسبة للعاملين low education and skill requirements، مسألة الاهتمام في التعليم والتدريب والمهارات بتصير أقل. ليش؟ لأنك جايب ناس مختصين وهذا اختصاصهم، مع تكرار أدائهم للعمل بتزداد مهارتهم وكفاءتهم في الأداء. البند الثاني minimum responsibilities، تقليل المسؤوليات، تقليل إيش؟ المسؤوليات. والبند الثالث little mental effort needed، little mental effort needed يعني تقليل الجهد الذهني المطلوب. طب ليش تقليل الجهد الذهني المطلوب؟ لأنه المختص لما بيكون بالعمل بيكون متقن وهو empowered، عنده empowerment يعني متمكن من العمل، فمش رايح يتعب ذهنه ولا يكون عنده هذا التوتر عند القيام بالعمل. إذن هاي البنود اللي بنحكي عن إيش؟ الأدفانتجز للسبيشاليزيشن، أدفانتجز للسبيشاليزيشن سواء للمانجمنت أو للليبر. خلينا نيجي نشوف إيش الديس أدفانتجز اللي هي يعني المآخذ أو العيوب. أول بند للإدارة for management difficult to motivate quality، بصير في صعوبة في تحفيز الجودة. يعني الحقيقة إنه الاهتمام في الجودة بتقل. ليش؟ لأنه العمل بيكون في رتابة وفي تكرار وفي روتين، فمسألة الانوفيشن الإبداع والابتكار بتقل فيه. البند الثاني وهذا مهم جدا اللي حكينا عنه worker dissatisfaction، بصير في حالة من عدم الرضا الوظيفي عند العاملين possible resulting in، وهذا سينتج عنه absenteeism غيابات، كثرة غيابات العاملين، high turnover ارتفاع معدل الدوران الوظيفي، turnover اللي هو عدد اللي بتركوا العمل على عدد الموظفين الكلي في فترة من الزمن، فكل ما زادت هاي النسبة هذا مؤشر ماله سلبي. disruptive tactics انه كمان بيستخدموا تكتيكات هدامة مرات في العمل. ليش؟ لا بسبب عدم الرضا، بسبب انه العمل بورينج ممل، عدم التجديد في العمل، بور اتنشن تو كواليتي عدم اهتمام بالجودة، المهم انك تنجز باي مستوى او اي مستوى من الجودة. اما بالنسبة للليبر، بالنسبة للعاملين مونونيوس وورك، عمل ماله بورينج ممل، بصير العمل ماله بالنسبة لهم ممل لانه متكرر. البند الثاني limited opportunities for advancement، احتمالات التقدم في العمل والترقي قليلة. البند الثالث little control over work، انخفاض الرقابة والسيطرة على العمل. وآخر بند little opportunity for self fulfillment، انخفاض الفرص لتحقيق الذات، لأنه العمل بصير محدود، انت ما بتنجز عمل كامل، ما بتحس بأهمية عملك، في تكرار وفي روتين، في تكرار وفي روتين. خلينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. behavioral approaches to job design، يعني المناهج السلوكية في تصميم العمل، وهي بنحكي عن ثلاث مداخل. المدخل الأول job enlargement. job enlargement شو يعني؟ يعني توسيع العمل، توسيع العمل giving a worker a larger portion of the total task by horizontal loading، يعني إعطاء العاملين هامش أكبر من المسؤوليات، من الواجبات، آسف، من الواجبات، إعطاء العاملين هامش أكبر من شو؟ من الواجبات، من التاسكس اللي بيقوموا فيها. إذن بتزيد عدد الواجبات اللي بيقوم فيها العامل، وهذا بنسميه horizontal loading، يعني زيادة العبء بشكل إيش؟ أفقي. يعني هو كان بيقوم على سبيل المثال في ثلاث واجبات A B C، بنزيد له كمان واجبين بصير A B C D E، خمس واجبات بصير عنده. ليش؟ لأنه كان ينجز العمل بشكل سريع، وبالتالي هذا يسبب له نوع من الملل والتكرار وحسن العمل وما لهش قيمة. هذا شو اسمه؟ job enlargement اللي هي إيش؟ توسيع العمل. في عنا job rotation، ومشهور job rotation اللي هو التدوير الوظيفي، التدوير الوظيفي workers periodically exchange jobs، يعني بتم تغيير وظائف الموظفين بشكل دوري. يعني اليوم انت بتشتغل مثلا في قسم ألف، بكرة في قسم باء، بعده في قسم جيم، وبتم ايش؟ التدوير، ولكن انت بتظلك في القسم اللي انت مختص فيه، أغلب عملك بتظلك فيه. ولكن ليش بتصير هذا التدوير؟ بقلل الرتابة في العمل، بقلل الملل، بقلل الزهق في الشغل، بالإضافة لأنك بصير عندك تصور عن شغل كل المؤسسة اللي انت بتشتغل فيها. آخر بند نحكي عنه اللي هو job enrichment،
الإثراء الوظيفي، الإثراء الوظيفي. Increasing responsibility، زيادة المسؤوليات. For planning and coordination tasks، أيوة زيادة المسؤوليات، يعني من خلال إعطاء واجبات في التخطيط، واجبات في التنسيق، يعني واجبات إشرافية على مستوى أعلى. By vertical loading، هذا أنت بترفع من مستوى إلى حد ما، بترفع من مستوى فبصير يشعر أن وظيفته ما لها أكثر أهمية، لها قيمة أكبر. الله يعطيكم العافية، مشكورين على حسن الاستماع، وبارك الله بكم.